طبعا فوز كبير حققه فريق كليه الهندسه جامعه السويس بعد ما قدر انه يحصد المركزين الثاني والخامس على مستوى العالم في اولمبياد الروبوت العالمي اللي تم اقامته في اليونان، وشارك فيه فرق من 36 دوله على مستوى العالم. خلونا نعرف تفاصيل اكتر. معنا عبر الهاتف دكتور محمد عزيز، عميد كليه الهندسه بجامعه السويس. بنرحب بيك يا فندم واهلا بيك. اهلا وسهلا. ألف مبروك للطلبة، يعني التفوق الكبير ده، وعايزين نعرف يمكن تفاصيل المشروع اللي قدمه طلاب كلية الهندسة. أكيد يا فندم، أكيد البداية طبعاً الشكر المعالي للجامعة. أنا هستأذن حضرتك لو نعلي الصوت شوية عشان يكون واضح. تمام يا فندم. الدروس البداية بحب أتوجه للشكر المعالي للجامعة. أستاذ الدكتور أشرف محمد أحمد نيجر على كل الدعم والتوجيه والرعاية لكلية الهندسة وجامعة كسر يعني. أما فريق فريق هو فريق طلابي للأسف. طبعا زي ما كنا بنتكلم انه فريق كليه الهندسه يا دكتور محمد حقق نجاح كبير جدا، انه يحصد مركزين على مستوى العالم ده انجاز كبير جدا بيضاف لانجازات كليه الهندسه. الطلبه المشاركين في هذا او في هذه المسابقه بذلوا مجهود كبير بكل تاكيد. عايزين نتعرف من حضرتك على المجهود اللي بذلوه عشان يحصدوا المركزين، بنتكلم طبعا في المركز الثاني والمركز الخامس، 36 دوله على مستوى العالم بيشاركوا في هذه المسابقه، وما في شك ان في تطور تكنولوجي كبير حصل في العالم كله، فبالتالي احنا بنواكب هذا التطور بجيل جديد من الشباب قادر ان هو يثبت نفسه ويؤكد بالفعل ان احنا جاهزين وحاضرين في مثل هذه المسابقات الدوليه الكبيره. التحضيرات بقى يا فندم لمثل هذه المسابقات بتكون عامله ازاي؟ الاستعدادات، الفريق كان بيجهز نفسه ازاي؟ وكمان في تفصيله مهمه جدا نحب كمان نعرفها، عدد اعضاء الفريق يا فندم، لو حضرتك تقول لنا عدد اعضاء الفريق المشارك وازاي استعدوا لهذه المسابقه. هو بالفعل عدد اعضاء الفريق مش كله قدر يسافر للمسابقه يعني، لكن هم اربع اعضاء. قائد الفريق هو رئيس الاي تريبل اي احمد عصام شب، تمكنوا من السفر هو وزملائه ومثلوا مصر بتمثيل مشرف في الحقيقه في الاولمبياد، وتمكنوا من الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم في فئه اونلاين اكسبشن، والمركز الخامس على مستوى العالم في فئه ماراثون نان ليجو. المنافسه كانت بين 36 دوله تضم جامعات من اعرق الجامعات على مستوى العالم، وطبعا بدعم مادي غير محدود لجامعات كتير. الفريق طبعا بياكد على شكر والدعم المستمر والمتواصل من مسؤول الجامعه وعلى راسهم طبعا معالي الرئيس. طيب المسابقه هي اولمبياد الروبوتس، عايزه اعرف المشروع كان عباره عن ايه؟ هي فكره الروبوت عباره عن روبوت متتبع للخط. يعني بيترسم له باص معين، مسار معين، بيبدا يتبع الخط بتاعه. ده اسلوب تقني متبع في اغلب الصناعات والمصانع الحديثه، حيث تقوم روبوتات بنقل اشياء من مكان لاخر عن طريق تتبع مسار ما. يوضح مسار الروبوت طبعا. والمسابقه هي مسابقه سرعه، بمعنى انه من يستطيع اكمال المسار بدون الخروج عنه في اسرع وقت ممكن هو الفائز. طيب هل دي اول مره الطلاب يشاركوا في مثل هذه المسابقات الدوليه؟ لا، في الحقيقه الفريق ده هو فريق بصراحه من يوم واعد بعد كل الكليه حصد مراكز اخرى في مسابقات عالميه. ايضا هل بيبقى في يعني بروجكتس او مشاريع زي دي الاول بتقوموا باختيار منها الطلاب، بتعملوا مسابقات على مستوى الجامعه نفسها وبعد كده بيتم تاهيل الطلاب دول لمسابقات عالميه؟ طبعا احنا بنحاول ندعم الفريق بكل الطرق. يعني احنا على سبيل المثال الفريق اي تريبل اي كان لنا معاه تجربه ان احنا تواصلنا مع صندوق رعايه المبتكرين، ويعني بدانا ان احنا نطلب دعم وكده، وبالفعل يعني كان في دعم من جهات اخرى. فالتفاعل ده في حد ذاته ده بيخلي الطلبه عندها حب للمشاركه في المشاريع اللي زي كده. دكتور محمد، اهم حاجه بتكون موجوده في اي ابتكار جديد او اي اختراع او اي مشروع جديد ومبتكر ان احنا نقدر ننفذه على ارض الواقع. مظبوط. ونقدر نستفيد منه.
مظبوط. هل هذا المشروع نقدر نستفيد منه والوقت ممكن ياخد وقت قد ايه؟ اكيد نقدر نستفيد منه في المصانع زي ما قلت سيادتك، هو ممكن استخدامه في خطوط الانتاج بشكل يعني يعتمد عليه تماما يعني. هو عباره عن اله ولا روبوت؟ روبوت. روبوت هو الروبوت حضرتك عباره عن سياره عربيه، ولكن بقدر اتحكم في توجيهها بطريقه معينه. هم الطلبه كلهم نفس التخصص يعني هيبقوا اعتقد ميكاترونكس؟ احنا عندنا ثلاث اقسام بخمس برامج، في كهرباء واتصالات وميكانيكا قوى وانتاج ومدني. فالطلبه عندنا هم يعني مش من قسم واحد، فعلا هم اقسام مختلفه، في كهرباء وفي ميكانيكا. بيكملوا بعض كلهم؟ بيكملوا بعض حقيقة. نشكرك دكتور محمد عزيز عميد كليه الهندسه بجامعه السويس، والف مبروك للطلبه اللي شرفونا، بنتمنى لهم مزيد من التوفيق في اللي جاي، وعايزينهم كمان يشرفونا في صباح الخير يا مصر عشان يحكوا لنا اكتر عن مشروعهم. طبعا.